أستاذ الطب النفسي الجامعي. مرحبا بك دكتور أهلا معنا. حضرتك، أهلا وسهلا. لو تحدثنا عن موضوع العودة إلى النقاش حول هذه الموضوعات، هل نتحدث عن حالات نادرة تكاد تكون إسلام فقط يظهر كل كذا سنة، أم أن أساتذة الطب النفسي يتعاملون مع هذه الحالات في المجتمع ومن وقت لآخر وبشكل غير عادي يعني؟ هي من ناحية عددها فهي نادرة، لأن هي 1 إلى كل 30 ألف ذكر يريد أن يتحول إلى أنثى، 1 لكل 100 ألف أنثى تريد أن تتحول إلى ذكر. فزي ما احنا شايفين الذكور الراغبين في التحول لإناث حوالي 3 أضعاف 3 أضعاف من يريد. الإناث الذين يريدون أو اللائي يريدن أن يتحولن إلى ذكور. وهنا يعني في حاجة، إن هو الأنثى هي الأصل، فعشان الشخص يبقى رجل ويأخذ الهوية الذكورية في عمليات يحتاجها لكي يتحول، فعشان كده التحول من ذكر لأنثى هو الأغلب. هي كونها حالات قليلة لكنها بتسبب يعني قلق شديد في المجتمع لما بتظهر رغم هذه القلة العددية، لأنها لها تداعيات نفسية واجتماعية وقانونية ودينية، عشان كده بتبقى لها صوت عالي حتى رغم العدد القليل ده. نعم، بالنسبة لحالة إسلام الذي تحول إلى نور، نور، هل هناك حالات تقول أنها مبررة؟ مثلا مسؤول وزارة الصحة يقول إن اتبع الإجراءات السليمة يمكن ذلك، لكن لا يمكن لشخص أن يقفز ويفعل ذلك بإرادته. والمفروض إن فيه معايير عالمية لهذا التحول، انه الشخص بيروح الاول للجراح، الجراح بيعمل له فحص جسماني كامل ويعمل له فحص هرموني ويشوف هل ده من حالات الترانس سكس اللي هي ترغب في التحول الجنسي ولا دي حاله تانية. في حاله تانية اسمها انتر سكس او الخنثى، اللي هو بيبقى الاعضاء الجنسيه بتاعته ملتبسه، في اعضاء جنسيه تبدو ذكوريه واعضاء جنسيه تبدو انثويه، فهنا دي ما فيش فيها مشكله، دي بتروح للنقابه وبيعملوا لها تحليل هرمونات وكروموزومات والجراح يقرر او يغلب السكس الجنس الظاهر ويعمل العمليه على اساسه، ما فيش فيها اي مشاكل دي خالص. لكن الترانس سكس بيبقى الشخص مثلا هو ذكر مكتمل الذكوره جسمانيا والهرمونات ذكوريه والكروموزومات ذكوريه تماما، ولكن التركيبه النفسيه انثويه، فهنا في صراع بين التركيبة الجسمانية والتركيبة النفسية، هذا الصراع يحتاج إلى حل. فهنا المريض بيبقى عايز يتحول إلى الجنس الذي يوافق التركيبة النفسية وليس التركيبة الجسدية، فهنا دي مشكلة. فلابد أنه يمشي لمدة 2 سنين، الجراح بيحوله لطبيب نفسي، يمشي تحت العلاج النفسي لمدة 2 سنين حتى نتأكد أنها ليست نتيجة مرض نفسي مثل الضلالات او الهلاوس او الوساوس او اضطراب تشوه صوره الجسد. نتاكد في خلال السنتين دول انه مفيش مرض نفسي، وانه المريض لديه الرغبه الملحه، وانه يعني ينطبق عليه خصائص تشخيص اضطراب الهويه الجنسيه. في السنه الثانيه لو المريض فضل او الشخص فضل مصر، الجراح يبدا يعطيه هرمونات للجنس الذي يرغب في التحول اليه، فاذا كان ذكر يريد ان يتحول الى انثى يعطيه هرمونات انثويه. بتنمو له ينمو له الثديين ويتشكل الجسم تشكيله انثويه. ويطلب منه ان هو يرتدي الزي بتاع الجنس الذي يرغب التحول اليه، ويمارس هذا الدور في المجتمع كبروفة وتجربة لممارسة هذا الدور، ويشوف هل يستطيع ان يتكيف ويواجه الحياة بهذا الدور وبهذه الهوية الجديدة ولا لا. في نهاية السنتين المفترض ان هو الطبيب النفسي بيكتب له شهادة يروح للجراح نعم ام لا علشان يعمل عملية، بس لابد يمر الاول على النقابة. وهنا في مشكلة، جميع الدول العربية والإسلامية باستثناء إيران القوانين فيها بتمنع هذه العملية، نتيجة انه في فتاوى دينية في كل الدول العربية بلا استثناء، هذه الفتاوى بتحرم مثل هذه العملية. أذكر منها فتوى المجمع الفقهي في مكة المكرمة 1989، وفتوى من الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق أيام ما كان في شيخ الأزهر، وفتوى من الشيخ عطية صقر،
وفتوى كمان جديدة من الدكتور زقزوق وزير الأوقاف، ولكن دكتور زقزوق وزير الأوقاف، ولكن في فتوى يعني قرأتها حديثا، وهي فتوى الحقيقة تستحق الاهتمام، من الشيخ فيصل مولوي أحد علماء لبنان، وهو كان داعية إسلامي في أوروبا أيضا. الشيخ فيصل مولوي بيقول إنه القاعدة الفقهية بعدم تغيير الجنس هي قاعدة قائمة ومحترمة، وهو يقرها تماما من سائر علماء المسلمين، ولكن بيقول إيه؟ بيقول أن هناك ضرورات تخرج عن هذه القاعدة، فإذا كان هذا الشخص لا يعني العلاج النفسي والعلاج الدوائي لم يجد لن يحل هذه المشكلة، هو غالبا كذلك يعني ما الضرورات يبحن المحظورات، فهنا احنا أمام موقف ضرورة، وهذا الشخص بيبقى عنده نسبة انتحار عالية يعني بتصل من 4 لـ5، وفي بعض الدراسات لـ21% محاولات انتحار. فبيقول طبقا لأنها ضرورة الأطباء يقدروا هذه الضرورة، والفتوى تدور مع هذه الضرورة. نعم. طيب اسمح لي أن أسأل في الأول الدكتور سعيد عبد العظيم، معنا أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، لأنه تعامل مع حالة إسلام الذي تحول إلى نور، وإلى أي حد وجد الدكتور سعيد في هذه الحالة شيء يمكن فعلا أنه لشخص أن يقر بالوضع النفسي لا يطاق، أم باعتقاده بأن المسألة لن تحسم إلا بعد فترة طويلة؟ دكتور سعيد مرحبا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا. إلى أي حد يمكن أن يحدد الطبيب النفساني، وفي حالة عرضت عليك بالفعل وهي موجودة في الإعلام الآن، مسألة إلى أين يذهب الشخص؟ هل عليه أن يعيش مع مشكلته أم يعيش مع مجتمعه بالهوية الجديدة؟ هو طبعا هي حالة من الحالات الصعبة اللي بتقابلنا في الطب النفسي، وحالة مش نادرة، هي حالة بنراها كثيرا في يعني منذ فترات ومنذ سنوات طويلة، ويعني بيبقى المريض زي ما ذكرت حضرتك دلوقتي لا يوجد فيه أي تغير جسدي أو تشوه جسدي أو عيوب جسدية توحي بأي تغيير في الناحية التشريحية، إنما بيبقى التغيير هو التغيير في العقلية المريض وفي مشاعره وفي توجهاته، وده جانب نفسي. والفحوصات كلها بتبقى بتؤكد مع كثير من هذه الحالات إن بيبقى عندها هذا التوجه، وهذا التوجه بيبقى غير قابل للتعديل بالعلاج النفسي، بالعقاقير الطبية، بالجلسات الكهربية، بكل أنواع العلاجات، والمريض بيعاني معاناة شديدة جدا، وبيلجأ للجراحين لإجراء عمليات التحويل، ولا يوصم بأنه عنده نوع من الشذوذ، لأنه هو لا يبغي ممارسة الشذوذ، ولكن يبغي أن يعيش جسمه أو جسده يعيش ما يحسه ويتفاعل به عقليا ونفسيا ودول خضعوا لدراسات كثيرة جدا ولأبحاث كثيرة جدا في العالم كله، وثبت فعلا أن بعضهم أو كثير منهم لما بيعمل عمليات التحويل إذا أجريت بطريقة منظمة ومدروسة وخد الوقت الكافي علشان نتأكد فعلا أن هي حالة من الحالات التحول الحقيقية، وإن هو سيتعايش بعد العملية بطريقة سليمة مع أسرته ومع مجتمعه بشكل لا يتعارض مع إن حياته تستمر ويعيش حياة طبيعية، في هذه الحالة الطبيب النفسي يستطيع أن يعطيه تقرير، وده اللي بيطلبه الجراح فعلا، إن هو يكون كل حالة من هذه الحالات خضعت للدراسة وخضعت للمتابعة، وعالميا الكود العالمي حدد هذه المدة في حدود 2 سنين من المتابعة المباشرة. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. نعود إليكم وإلى